الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم باذن الله غنوجد معكم الحامض مسير او مرقد، كل واحد كيفاش يسميه. نبداو على بركه الله. المقادير عندنا الحامض، الكميه اللي تتبغيو. عندنا قرعه ديال الدجاجه تكون معقمه، تنديروها في ماء تيغلي مزيان، من بعد تنشف ما يكونش فيها الماء. الحامض تنغسلوه مزيان، يكون مغسول مزيان، وتنخليوه حتى ينشف من الماء وتنمسحوه. عندنا الملح، ملح الهيمالايا او الملح الحيه اللي متوفر عندكم، المهم ان يكون ملح جيد. الا بغينا نتنفعوا من هذا الحامض مصير، هذه الطريقه للاخصائيين في التغذيه. انا ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، انا ماشي الميدان ديالي، ولكن كيف ما تنعرفوا هذا الحامض المصير عنده فوائد مهمه كثيره للصحه، وزائد الفائده تيجي في الطياب الديت، تيجي زوين بزاف. وعندنا واحد شويه ديال زيت الزيتون. هذا الحامض تشوفوا هنا، هذا راه مصوبه كيما غنصوب معكم اليوم، بلا ما غير الملحه وشويه ديال زيت الزيتون. هذا راه تقريبا عندي عام، تيبقى مزيان. نحتاج به واحد المكان اللي ما يكونش فيه الضوء، بالثلاجه بلا والو، تنخليه غير في البلاكار. اذا غنبداو على بركه الله. نحاولوا كلشي يكون نظيف، يدينا حتى هما يكونوا مغسولين، ما يكونش الماء. هاد القرعه ديال الدجاج اللي غادي نستعملوها شي ما يكونش فيه الماء، باش هاد الحامض يبقى معنا مده طويله. اذا غنبداو بسم الله. تنحيد غير هاد الرويسات هادو. غادي نحلوا الحامضه تقريبا، تنحلوه. وواحد النصيحه، خذوا الحامض اللي تيكون فيه الماء، ملين تبركوا عليها بحال هكا تبان لكم رطبه، اللي تكون عند القشره، الحامض اللي تكون القشره ديالو رطبه، ملي تتبركوا عليه تتحسوا به فيه الماء. هذاك الحامض اللي تيكون ناشف صراحه ما تيمشيوش دغيا، لان خصو يطلق الماء ديالو. هانتوما تشوفوها دغيا تنحلها، تبارك الله الماء هابط منها. غادي نحلوها بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا، وتندير الملحه في القلب ديالها بهذا الشكل، وتنوضعها هنا. غنكمل معكم. تنكملوا بهذه الطريقه هذه، تنحلوا الحامضه مزيان باش الملحه تدخل في القلب ديالها، لان الملح هو اللي تيخرج الماء من الحامض، وهذاك الماء هو فين تيترقد هذاك الحامض كيف ما تشوفوا. وتنعاودوا نوضعوا هذه الحامضه هنا. وخص هذا الحامض ان نبركوا عليه مزيان باش يخرج داك الماء ديالو، باش نعاونو على انه يخرج الماء اللي فيه. ودائما تنأكد عليكم، خذوا الحامض اللي فيه الماء، لان داك الحامض اللي تتقيسو وتتقاوه ناشف وقاصح، هذاك صراحه ما تيبغيش يترقد دغيا، تياخذ الوقت في الترقاد، لان انا جربته وما نجحش معايا الصراحه. تنخليوها شاده غير من التحت واحد شويه باش ما تحلش، باش تبقى ديك الملحه في الداخل ديالها. وتنبركو عليه بهذا الشكل. هذا الحامض هذا بان لي ما كافيش، غنزيد الحامض عاوتاني وغنكمل بهذه العمليه هذه.
تندير الملحه هنا تقريبا هي رمحوله مزيان، تنحلوها مزيان، تتبقى مقبوطه غير من التحت هنا، وتنوضعوها وتنضغطو تنضغطو مزيان باش هذاك الماء تيهبط. كيف ما تشوفوا غنزيد الحامض اللي بقاو عندي، هادو ما كفاونيش، بنفس الطريقه وغادي نضغط مزيان، وغندير زيت الزيتون من الفوق، وغادي نوريكم النتيجه من بعد يومين او 3 ايام كيفاش الماء غادي 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 يطلع في هذه القرعه هذه. غنكمل معكم من بعد ما درت لكم في القرعه، باقي القرعه ما عمراتش، غنزيد شي جوج على حسب القرعه شحال غتهز ليا. تنحلوها بهذا الشكل ونديرو الملح الوسط. وهكا نوركو على بيدينا بحال هكا. واحد النهار او يومين غتلقاو بانه راه نزل هذا الحامض نزل، غتعاودو تزيدو شي وحده عاوتاني. ضروري القرعه خصكم تخليوها عامره باش هذاك الضغط اللي تيكون على الحامض هو اللي تيخلي تيخرج الماء، والقرعه ديالها تتعمر بالماء، وهذاك الماء هو فين تيوجد الحامض. تنظن واقيلا ما بقاش فين يتزاد مازال، تنظن هذا هو الحد. كيف ما تتشوفوا شوفوا الماء، الى بان لكم الى تيبان لكم شوفوا الماء. هذا غير الوقت اللي انا فين تنصوب الماء راه تيبان لكم شي شويه غوز، لان الملحه تتكون تيكون اللون ديالها بحال هكا، هذا اللون ديال الملحه تتشوفوا ما فيها لا ماء لا والو، هذا غير في هذا الوقت اللي حنا صوبنا فيه هذا الشيء. غنزيد عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد شويه ديال زيت العود، صافي غير شويه. غنسد عليها مزيان، وغادي نخليها في البلاكار. هانتوما تشوفوا هالماء، غنخليها في البلاكار واحد النهار او يومين، يبان لي هذا الحامض نزل شويه، لانه ميتي بديك الضغط تيخرج منه الماء تتقلص. منين غادي يهبط الحامض غنزيد عليه واحد جوج عاوتاني. انا غنوريكم الطريقه، هذا الفيديو غنوريه لكم حتى الاخر. دابا هذا غنديرو في البلاكار باش ما يكونش ضار فيه الضوء او الشمس، ومن بعد غنوريكم شنو غادي ندير. نكمل معكم الفيديو كيف ما تتشوفوا. هذا اليوم الثاني، النهار الثاني، نشوفكم واش يبان لكم. ها انتم النهار الثاني، القرعه تعمر بالنص، تشوفوا الماء. هذا النهار الثاني. اذا دابا شنو غندير؟ كيف ما تتشوفوا الحامض بدا ينزل، الحامض بدا يهبط. غنزيد واحد الحامضه، تندير واحد شويه الملحه هنا لداخل، ونعاود ندخلها بحال هكا. شتي متنبدا نضغط شو الماء، القرعه كلها عمرات. متنبدا نضغط ها القرعه كلها عمرات بالماء. غنقدر نزيد واحده اخرى عاوتاني، بان لي باقي البلاصه. النهار الثاني الحامض تينزل، تنعاود نزيدو عاوتاني الحامض. القرعه ضروري تبقى عامره باش يبقى الضغط على هذاك الحامض
والماء يطلع، هذاك الماء فين غادي يوجد الحامض؟ نحاول ندخلها واخا انا زيرتها بزاف. باقي ما غاديش تدخل، عندك غير النص ديالها. كيف ما تشوفوا هالقرعه عمرتها مزيان، غادي غنديرها في واحد قرعه واحده اخرى. نمسح القرعه ديالي مزيان، غير هادشي يكون معقم وما يكونش الماء اللي غادي يخسر هاد هاد الحامض هذا. تنظن بان القرعه صافي عمرات بالماء كلها، تبارك الله. دابا النهار الثاني صافي عمرات بالماء، غندير شويه ديال زيت العود من الفوق. هاي كلها عامره بالماء، تناخذ هاد الورق ديال السلوفان تنغطيها بحال هكا مزيان باش ما يدخلش الهواء. وتنسد عليها القرعه. كيف ما تشوفوا راه عمرات بالماء حتى الفوق، منين زدتها هاد الحامضه ونص صافي راه عمرات بالماء. دابا شنو تيبقى؟ نحتفظ بها فشي بلاصه اللي تكون مسدوده ما يكونش فيها الضوء حتى يوجد الحامض، على حسب النوع ديال الحامض. كاين تيوجد لي في الشهر كل واحد وشنو. انا ما زربانش لان دائما تكون عندي قرعه في الدار، ملي تتقرب تسالي تنوجد قرعه واحده اخرى، ما تكونش زربانه. هادشي من الاحسن ياخذ الوقت ديالو باش يوجد، من الاحسن، لان هاد المخللات او الحامض مرقد او هاد الخضره اللي تكون بهذا الشكل، كل ما خدات الوقت ديالها كل ما كان احسن. تنتمنى هاد الفيديو يكون فادكم. غير غادي ناكد عليكم ان الحامض ملي تقيسوه بحال هكا تحسوا بان فيه الماء داخل، هذاك تنديروا معاه غير ملحه وشويه زيت العود من الفوق. الا الحامض كان ناشف معاكم ما كانش فيه الماء، فمن الاحسن تضيفوا واحد شويه ديال الماء، لان غياخذ الوقت باش يوجد لكم، ما غيبغيش يخرج ديك الماء ديالو، لان ما هو اصلا ما فيهش الماء بزاف. اذا غادي تقدروا تضيفوا واحد شويه ديال الماء مع في القرعه، غتضيفوا واحد شويه ديال الماء، غير هذاك الماء يكون نوعيه جيده، ماشي الماء مباشره من الروبيني اللي فيه الكلور، لان كونوا متاكدين هذاك الحامض ما تنفعش منه غادي يخسر عليكم. اما تناخذوا الماء ديال العين او المنابع او شي ما يكون جيد، او الماء تنغليوه حتى تيبرد وتنديروه في القله، تيبقى لنا مده ساعه باش يتحيد منه داك الكلور اي حاجه اللي خيبه، وتنضيفوه شويه على هذا الحامض اللي عندنا. مثلا تنديروا نص ديال القرعه بالماء، على حسب كل واحد، على حسب، ولكن ما تيكونش الماء سخون ويكون ماء نوعيه جيده. هذا الحامض اللي انا حضرت معاكم ما ضفت ليه حتى قطره ديال الماء، هذا فقط الماء ديال الحامض، ماء طبيعي تنقدروا نستعملوه في السلطه بحال الخل، وعنده فوائد كثيره. كيف ما تشوفوا هالقرعه كلها عمرات، النهار الثاني القرعه كلها عمرات بالماء، لان الحامض اللي خديت كان فيه الماء بزاف. ملي كنت نقيس الحامضه كنت نلقى فيها الماء، كنت نلقاها رطبه ما قاصحاش. تنتمنى هذا الفيديو هذا يكون فادكم، وإلى فادكم ما تنساوش الاشتراك والبارطاج، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.